الليلة أو بكرة على أبعد تقدير مرجح إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبعض تفاصيل ما تسمى بصفقة القرن. وزميلتنا سارة عثمان سألت الناس عن هذا الموضوع، فخلينا نشوف سوا آرائهم مع بعض. اليوم رح نعرف مدى متابعة الشباب للشأن السياسي في المنطقة، ورح نسأل عن أهم حدث بالفترة الأخيرة اللي رح يعلن عنه الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، واللي هو صفقة القرن للسلام في الشرق الأوسط. رح نعرف معلومات الشباب عن هالموضوع ونسأل عن توقعاتهم. هلأ هاي الصفقة اللي رح يعلن يوم الثلاثاء عنها ترامب عن القضية الفلسطينية، هذا اللي بعرفه صراحة واللي سمعته. مش سياسي بالمرة، ابعد عن الشر وغني له. أنا مش عارفة كتير في السياسة، بس عارفة أن ليها علاقة بقضية فلسطين. والله بعرف أنه العرب مش مع بعض وكل واحد تبرى وراحت الصفقة وتمت خلص. صفقة القرن أنا من اللي قرأته يعني أنه فكرة كانت طلع فيها ترامب أنه بدي حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية كلها من ناحية اقتصادية مش من ناحية سياسية. يعني هذا دائما أفكار كل فترة كل كم سنة بيطلعوا فكرة جديدة عشان يحاولوا يلهوا الناس المجتمع الدولي عن فلسطين، أنه عم نلاقيهم حلول وعم نطلع حلول ثانية، وهذا الحكي ما بزبطه وعمره ما رح يصير. يعني الفكرة بالآخر أنه هاي بلدهم وهاي أرضهم، الحلول هاي مش حتزبط، عمره ما حتزبط، المهم قاعدين بلدهم. صفقة القرن هي مشروع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورؤيته للسلام في الشرق الأوسط، مشروع أقامت إسرائيل على إيجاده على أرض الواقع منذ سنة 2007 بالتوسع بالمستوطنات في مناطق 67، وثم بإقرار لاحقا إقرار يهودية الدولة، ثم لاحقا أيضا الاعتراف الأمريكي في القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. أما التي تبقى هي الإجراءات التفصيلية والتي ربما تتعلق بحق العودة بشكل مباشر، يعني بمعنى أن يتحدث ترامب بشكل مباشر عن إلغاء حق العودة بشكل أو بآخر. التسريبات غير مبشرة وساعة الانتظار ما زالت مستمرة والمقبل أصعب. الأردن لن يلغي فك الارتباط ولا جنسية للفلسطينيين من دون سيادة على أرضهم.